الجيش الابيض هينفع في اليوم الاسود؟ فعلا صح اللي قال لك ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، بس ربنا سبحان الله مديني شويه عيال افقر من الفقر. سبحان هم شكله ما يهيقوا هم بمرار. لقد جهش جريمه تاخذهم وتريحني. اهلا، ازيك يا شيخ كريم؟ عامل ايه؟ ازيك يا فيصل؟ الحمد لله. اخبارك يا فيصل؟ تمام. سبحان الله ربنا مديني عيل من العيال ما يقوليش غير يا ابو كريم بس. تعال ابو دهني. عايزين شغل تصرفوا بس. لا اله الا الله. عاوز جبس العيد انا. جبس العيد؟ اه. ايه دي؟ اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين يا مراري يا مراري يا مراري؟ ارجع لجبس العيد. هاي الشيبسي عصير انتي؟ ايوه يا مراري. ايه ده في مواد حافظه؟ انا عايز كيس وعصير اثنين. وانت عايز اثنين بالشيبسي وعصير؟ ايوه. في مواد حافظه تروح للدكاتره نقبلكم ديدان بفضلكم ويربيكم المرأة كله. ونحن زي العيال. والدكتور عايز له كشف ب 200 جنيه واحنا ما عندناش حاجه خالص. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين حرام. ليه؟ هتقرا القران. انت معاك فلوس. انا معيش فلوس. مين قال لك معايا فلوس؟ انت والله. معيش فلوس انا، حرام عليكم تظلموني شيء. ده مخليهم ده الجيش ليبيا ده ينفع في اليوم الاسود. ده معاه 600 جنيه. ده 600 حرام عليك، انت خليك عليك مخلك، ده في دنيا وفي اخره، ممكن تروح تموت بكره وبعده. 200 و200 و200. وانت عايز ايه ان شاء الله؟ عايز ايه زي الناس زي؟ لبس عيد مين؟ انا معايا لبس بتاع عيد ومعيش فلوس انا اصلا خالص. بس نعيد العيد بكره. عيد مين يا راجل؟ انا لابس الجلابيه اللي 3 شهور اهو ما استحمتش. حرام عليك، لبس ايه؟ خلينا زي العيال. عيال مين؟ من الاخر كده انت مش ولا غير. انا عارفك. تعرف المسلسل بتاع جعفر العمده دي؟ ايوه. انت ولد اللي هيدوروا عليها. انا قضيت لمحمد سامي 10 جنيه زياده وقلت له اديني الواد ده وخلاص. وخليت الواد سيف ده جعفر العمده وخلاص، لكن انت اللي هيدور عليك جعفر العمده من زمان. ما انت معاك مليون جنيه. انا ابوي جعفر. ايوه ابوك جعفر، انا خدتك من البلاد شومه. الله يقطع شومه واللي جابه. انا رايح له. روح له وبعد عني عيش عيال ولا عيش مرار. شيبسي قالوا قرف ولبسي والعيد. اجيب لكم منين الفلوس؟